أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سؤال يقول: في قوله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، هل هذا الأجر خاص بالرجال أو هو عام بالرجال والنساء؟ هذا في حق الرجال، أما النساء فصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، صلاتها في بيتها أفضل. نعم.